اهلا بكم طلبة تانية ثانوي. النهاردة هنتكلم في Unit 1 Lesson 3 The Monotony of Functions. في الدرس ده هنتكلم في الكونسبت of an increasing and a decreasing function، وهنتكلم ازاي ان احنا نقدر نتعرف عليهم graphically. هنتكلم في الconstant functions، وهنتكلم لو سألني ادسكاس المونوتوني بتاعت function معينة اقدر ازاي ان انا اتعرف هي امتى increasing امتى decreasing واكتبها له. اوكي، اول concept هو increasing function. وزي ما احنا شايفين من الجراف كده، الفانكشن اللي قدامنا اللي هي y equal x دي فيها property حلوة خالص. البروبرتي دي هي كالآتي، ان انا كل ما بمشي زيادة في ال x axis كل ما بلاقي ان قيم y عمالة تزداد، قيم الفانكشن بتاعتي عمالة تزداد. البروبرتي دي معناها ان انا الفانكشن بتاعتي على طول، يعني بال in simple language كده it's always increasing. الفانكشن دي على طول ما انا بزود في ال x قيم ال y عمالة بتزيد. طيب ممكن ارسم برضو فانكشن تانية، مش لازم ان الفانكشن تكون بتزيد دايركت قوي كده زي y equal x، يعني ممكن تكون الفانكشن بتاعتي زيادتها عاملة زي كده، يعني هنا مفروض ان هي بتزداد بس زيادة طفيفة خالص. لكن هل ينفع ان انا الفانكشن بتاعتي دي يكون في مكانين هي ليها عندها نفس القيمة؟ يعني هل ينفع مثلا الفانكشن بتاعتي تبقى شكلها عامل زي كده horizontal تماما وبعدين تزيد؟ الحقيقة دي كده مش هتبقى increasing على الدومين بتاعها كله، دي كده هتبقى increasing على أجزاء معينة فقط، اللي هو الجزء ده هي increasing فيه، الجزء ده هي مش increasing فيه. طيب لو عايزين نعبر عن الكلام اللي احنا قلناه ده بطريقة algebraic، التعبير هيكون كالآتي، انه ده definition، اني لو عندي function f، فالfunction f دي احنا بنقول عليها ان هي increasing f of if x smaller than y implies f of x smaller than f of y. يعني طول ما y اكبر من x ف f of y هتبقى اكبر من f of x. نفس الكلام احنا ممكن نطبقه على decreasing function. هنا function زي اللي كنت بقول لكم عليها كده، ان هي مش لازم يكون ال decrease 100% direct كده، ممكن يكون ال decrease طفيف اكتر شويه. فهنا نفس الكلام، هي عماله بتزيد بتقل وهكذا. اسف، هنا بتقل يعني. طيب دي برضو نقدر نعبر عنها algebraic ازاي؟ هنقول a function f is decreasing if x smaller than y، معناه f of x is greater than f of y. يعني طالما x اصغر من y فقيمة الفانكشن عند x هتبقى اكبر من قيمة الفانكشن عند y. زي ما احنا شايفين هنا مثلا عند negative 4 أصغر من negative 2 فقيمة الفانكشن هنا أكبر من قيمة الفانكشن هنا وهكذا. طيب هنا بقى بنقول حتة ان احنا بنعرف ان definition، ان لو عندنا domain معين، لو عندنا subset معين من domain، مثلا subset ده ايه، فبنقول ان a function is monotonous، function f is monotonous on A if F is increasing or decreasing on A. بمعنى ان انا لو عندي function مثلا عاملة زي كده، ال function دي في ال subset ده، يعني في الجزء ده من الريال نمبرز اللي احنا هنسميه A، وليكن مثلا من نيجاتيف 1 ل 1، يعني في A بتساوي من نيجاتيف 1 ل 1، الفانكشن دي احنا شايفين هنا ان هي increasing، فاحنا هنقول ان هي الفانكشن دي في الجزء ده اللي هو اسمه A monotonous. نفس الكلام برضو لو هي decreasing، يعني لو هي decreasing فالجزء ده الفانكشن دي هتبقى monotonous عليه. طيب اخر حاجه الكونستنت فانكشنز، اخر كونسبت معانا، هو بيقول لي ان انا لو عندي فانكشن الفانكشن دي neither increasing nor decreasing والفاليو بتاعها ما بيتغيرش خالص فهي كونستنت. زي ايه؟ زي f of x equal to مثلا اللي احنا شايفينها قدامنا دي دلوقتي. اوكي، هنا عندي example 1 بيقول لي discuss the monotony بتاعت الفانكشن دي. طيب زي ما احنا شايفين كده الفانكشن دي عماله بتنزل من اول negative infinity لحد 0، فاحنا نقول ان the function is decreasing
on من negative infinity to zero. وزي ما احنا شايفين هي من اول zero لحد x بتساوي 2، فالفانكشن دي عمالة بتزيد increasing، فاحنا برضو ممكن نقول ان هي increasing on من 0 لحد 2. طيب ومن بعد 2 لحد 5 هي neither increasing nor decreasing، هي هنا constant. يبقى احنا ممكن نقول ان هي من is constant on 2 to 5. Okay, example 2 بيقول لنا deduce the domain, the range والmonotony بتاعت الفانكشنز دي. أول function زي ما احنا شايفين السهم ده بس كنوت كده ان هو بيقول لي ان الفانكشن دي ماشية to infinity يعني. أول function زي ما احنا شايفين هي متعرفة على الريال نمبر كله، إذا الدومين بتاعها هو R. وزي ما احنا شايفين ده line، اللاين بيمشي في R كله، يعني هو الرينج بتاعه برضو R. الفانكشن دي زي ما احنا شايفين كده مثلا عندنا f of negative 2 اصغر من f of negative 1 و f of negative 1 اصغر من f of 0 ودي اصغر من f of 1 ودي اصغر من f of 2 وهكذا، فالفانكشن دي نقدر نقول ان هي increasing. ده كده number A. اوكي number B نفس الكلام، عندنا انه من negative infinity لحد 2 الفانكشن عمالة ماشي increasing، انه f of negative 2 اصغر من f of negative 1 اصغر من f of 0 اصغر من f of 1 اصغر من f of 2 وهكذا. فالاول بس الدومين هنا هو r كلها، والرينج برضه هو r كلها، لان احنا زي ما احنا شايفين الفانكشن بتاعتي متعرفه على r كلها، فالدومين هو r، الرينج هو برضه r. نقدر نقول الفانكشن increasing on، عندي هنا من اول negative infinity لحد البوينت اللي اسمها 2 union من اول 2 لحد infinity. طيب اخر فانكشن معانا اللي هي c، سي الدومين بتاعها هو R كلها ما عدا الانترفال ده اللي هو بين 1 و 2، عشان احنا زي ما احنا شايفين هنا مفيش حاجة متعرفة، وطالما هو عامل لي open circles يبقى هنا لا 1 ولا 2 الاتنين موجودين معانا اصلا، فعشان كده الدومين بتاعنا هو من negative infinity to 1 open union من 2 لحد infinity open برضو. طيب الرينج زي ما احنا شايفين كده الرينج هنا بيبدأ عند 4 و4 مش معانا وبينزل وبياخد كل قيم r، اذا الرينج هو من اول negative infinity لحد 4 open. طيب هي increasing و decreasing و constant امتى؟ زي ما احنا شايفين كده عندنا f of 2 اكبر من f of 3 اكبر من f of 4 وهكذا، عشان كده الفانكشن بتاعتنا decreasing من اول decreasing on 2 to infinity وما بين negative infinity 1 الفانكشن دايما equal to، اذا هي constant. اوكي in summary احنا النهارده اتكلمنا عن ال increasing and decreasing functions، اتكلمنا ان احنا ازاي نقدر نتعرف عليهم graphically، اتكلمنا برضو عن ال constant functions، وخدنا 2 examples عن ازاي ان احنا نقدر ندسكس function monotone في أجزاء معينة ولا لأ. طيب آخر حاجة discuss الفانكشن دي امتى هي increasing و decreasing وامتى constant، و mention الدومين والرينج بتوعها. شكرا ليكم.